بيغنوا دلوقتي يقولوا نفس الويست هام اللي دايما بتغش، نفس الويست هام اللي دايما بتغش. فخر مصر. كمية الدراما بجد، بنالتي اتصدت وكارت احمر ودراما كبيرة قوي قوي قوي. واخده معايا بقى دول والجلو عشان هشوف اللاين ابس، لو النني بيلعب او الدكه هحط النني، لو لا هحط ساكا عشان مروان. ازيكم يا رزيعه في رزع الفلوجز، ودلوقتي رايحه ماتش لفريقكم المفضل وفريق مروان المفضل، وهو لندن ديربي كمان يعني، فدي حاجه مبسطه. والفريقين طبعا في منافسه شديده ما بينهم، فمفروض الفلوج يكون حلو. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا كومنتس وتفتحوا جرس التنبيهات، قولوا لي في الكومنتس عايزين تشوفوا فلوجز اكتر لفرق ايه. انا طبعا زي ما قلت لكم هحاول اسافر والف لكم كل حاجه، بس يلا بينا نروح نتفرج على لندن ديربي. والنهارده مش عارفه لو انتوا عاملين لي فولو على انستغرام، بس هتشوفوا الحاجات اللي حصلت لي في ماتش كريستال بالاس اللي فات، وحاجات مفرحه قوي يعني. والنهارده بقى ان شاء الله ان شاء الله هحاول اجيب التيشيرت بتاعه النني معايا علم مصر، بس انا بس خايفه طبعا ان هو ما يكونش بيلعب وما يكونش على الدكه كمان، ساعتها هتبقى مشكله. فانا عامله حركه خبيثه قوي، حسب تانيب الضمير وانا عاملاها ما اعرفش ليه. جايبه معايا ورقه مكتوب عليها ساكا وفيها صورته والنني، ولو النني طلع مش في القايمه خالص يبقى هطلب تيشيرت ساكا، لو طلع في القايمه حتى لو مش بيلعب هطلب تيشيرت النني ويا رب يديها لي. نسيت الماسك بتاعي والقوانين اتغيرت، هحكي لكم اكتر عن القوانين. فبصوا عملت ايه بجد، جبت مناديل ورحت رشقها في البورنيت بجد. حطيت علم مصر في شنطتي من هنا، مصر دخل فيها جون في الدقيقه 95 من هنا يعني، بس اكيد مش انا السبب يعني، بس قلت اقول لكم. طبعا كل الاخبار عن اللي حصل مع ارسنال واوباميانج، قاعده بقى بقرا نشوف مين بقى اللي هيكون الكابتن. عايزين ابننا بقى النني. كان برضو عشان سمعت فشي كتير على موضوع بتاع ليه اوباميانج راحت منه الكابتنه، وناس كتير بتقول انه عشان عمل تاتو ورجع متاخر وكده. فيعني القصه الحقيقيه هو انه طلب ان هو يروح يجيب مامته، ومامته طبعا زي ما كنا عارفين السيزون اللي فات تقريبا كانت تعبانه قوي وكده، طلب انه يروح يجيبها من فرنسا، ومفروض ان هم قالوا له اوكي وترجع يوم الاربعاء بالليل عشان تحضر تمرين يوم الخميس. هو ما رجعش يوم الاربعاء بالليل ورجع يوم الخميس قبل التمرين. بس انجلترا لسه بقى لها كام يوم عامله قانون جديد ان لازم اول ما ترجع من اي بلد تعمل PCR تيست، ولازم تتحبس في البيت لغايه لما نتيجه PCR طلعت. فهو رجع قبل التمرين، بس رجع متاخر، فPCR نتيجتها ما كانتش طلعت قبل التمرين ففوت التمرين. انا قلت بس احكي لكم يعني القصه الحقيقيه بتاعت ليه هو اتاخر. وصلت بقى خلاص، بس في عشان كوفيد يعني النهارده اول ماتش زودوا الحاجات اللي لازم تتعمل وكده، وطبعا نسيت الماسك فاشتريت واحد من الارسنال ستور، حتى منديل غبي كده، بس هحاول اخش دلوقتي واشوفكوا جوه. طب بجد ليه ممكن يكون كان الماسك ب7 استرليني يعني 140 جنيه تقريبا، هو اصلا ب3.5 ده غالي يعني. هم هيفتحوا البيبان بقى عشان الساعه 6:30 وهنبدا أول واحدة في الستاد كالعادة. هما بقى بيقعدوا هنا وبيخرجوا من هنا. ده مش كرسية بصراحة، أنا قاعدة بتمشى. في راجل قال لي تعالي اقفي الناحية دي من التانل، عشان المفروض إن لعيبة أرسنال بتسخن الناحية دي يعني، فأنا واقفة. على جنب الستاد في بجد رابطة المشجعين بتوع بلاد كتير قوي، الجزائر، سوريا، رواندا، ليبيريا، مليون بلد يعني حاطين البتاع بتاعتهم، أرمينيا، بس ما فيش واحدة بتاعت مصر، وحاسة يعني عيب قوي أصلا في لعيبة من مصر أو في لاعب من مصر في أرسنال، وفي جمهور كتير قوي، ومصر بلد كتير قوي، فمحتاجين بقى مروان يعمل حاجة يعني، ونشوف إزاي نخلي في أرسنال مصر على الجنب. الطفل ده بيتخانق مع الراجل انه عايز يشوف اللعيبة. النني طلع على الدكة فخلاص جهزت كل حاجة، اليافطة بقى شكلها معفن قوي، محتاج اعمل واحدة تانية.
اوكي عمر، ايه توقعك للماتش؟ 3-1. ومين هيجيب الاجوان؟ النني هينزل من على الدكه هيجيب جون؟ النني انا مستغرب انه على الدكه اصلا يعني. غنوا دلوقتي يقولوا نفس الويست هام اللي دايما بتغش، نفس الويست هام اللي دايما بتغش. ايوه علي فخر مصر. غنوا ان كوكي بيتسوح كل مكان بيروحوا، مش ممكن اي استاد بروحه بالذات في لندن كوكي بتتشتم، يعني بتتاخد في الرجلين، مش ممكن بجد. بيتريقوا على ظهرهم، حرام بجد، اطفال قوي بجد، بيقولوا له انه جمل وحاجات كده، اطفال مش ممكن. امين سميترو أمل مايك مالي ديبي محمد صفر ينده سميثرو، كل الناس ابتدت تعيط عشان هم قاعدين يندهوا ويقولوا له نزلوا نزلوا نزلوا، كله بيسقف ويغني لأوديجارد برضه وهو طالع. اعمل له باي باي عشان اتطرد. ان
كمية الدراما بجد، بنتي اتصدت وكارت احمر ودراما كبيرة قوي قوي قوي. الناس بقت متضامنة معايا وبقى كل ما انني يقوم يندهوا معايا، واللي بيشتغلوا في استاد قعدوا يقولوا لي هيديها لك هيديها لك، الجمهور واللي بيشتغلوا كلهم متضامنين معايا يعني. فيا رب يا رب. مشكلة ان النني وبنرحمة بيسخنوا جنب بعض، خايفة عنده النني ويبص فبنرحمة ياخد باله من اليافطة. بص بجد مخي والله عظيم لاسع يعني، هياخد باله من اليافطة يعني، وبعدين يعني حتى لو خد باله هيحس ايه ممنوع استعمل اليافطة اكتر. والله عظيم عندي مشكلة بجد، الموضوع اليافطات ده واني قاعدة كل يوم في استاد لابسة الوانه ده موترني جدا، مع ان يعني ما هو انا براحتي. كده ماركنالي ده حبيبي من زمان يعني، اللي متابعني من زمان هيعرف ان انا دايما بجيبه من ساعة فانتسي، بس الجمهور كلهم بيحبوه قوي 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 يعني، كله بيقعد يشكر فيه وبيقول ان هو كمان بيرجع يدافع وكده. ف محدش واخد باله ان مارتينيلي واقع اهو، ارتيتا قاعد يقول له كم اون جابي كم اون جابي. صور مع مارتينيلي بس. حاجه عبيطه قوي خدت بالي منها عشان انا قاعده جنب الدكه، ان في شويه لعيبه بيبقوا لابسين تي شيرت الماتش يعني تحت البلوفر ده، في شويه لا يعني في شويه بيقلعوا البلوفر بعدين يلبسوا التي شيرت. حاجه عبيطه بس قلت اقولها. انا كنت مبسوط، ابني كان بيلعب، لاكازيت شرفني. هو ليه يا لاكازيت ابنك؟ انا نسيت اسالك. عشان انا بحب اللعيبه الرجاله، ولاكازيت ارجل بني ادم بشوفه بيلعب في الارسنال. وايه رايك في البنالتي؟ هو ماشي، هو لا بهزر بهزر عادي عادي. اوكي لا لا صح صح ايميست اوكي. انا ارسنالاوي قديم، واكتشفنا صوره من 4 سنين تقريبا متصورين مع بعض، تقريبا اي حد مصري راح الاستاد احنا كنا لابسين فراعنه، فالمصريين كلهم اتلموا كلهم اتصوروا معايا، كلهم اتصوروا معاك. اه بالظبط. لا لا في روح بانت في الشوط الثاني، بس يعني هو لسه في شغل. بس مارتينيلي يا ريت ما يكونش اتصاب، انا بجد بحبه بشكل. هو ده عالمي وحرام ان اوباميان كان يلعب عليه. ايوه طبعا حرام. معلش يا رزيع برضو قبل ما اقفل، عشان انا قلت ان انا اي لعيب بيتصور معايا بيجيب جون، واتصورت مع جوردن ايو اللي عندي على انستغرام هيكون شاف، وهو ما جابش جون من نوفمبر 2020 وجاب جون، فانني ان شاء الله الماتش الجاي يا رب يلعب بس هيجيب جون. وبس كده يا رزيع، يا رب يكون عجبكم الماتش والبلوج وكل حاجه. كويس ان انا عملت بلوج بصراحه، ما كنتش هعمل بعدين، قلت يمكن انني يعبرني ويديني التيشيرت. ف يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تفتحوا جرس التنبيهات، وتقولوا لي رايكم في البلوجز، وتقولوا لي عايزين اكتر من ايه، وتقولوا لي عايزين اقل من ايه، عشان اعمل لكم كل اللي انتم نفسكم فيه. وكفايه رزق قوي لحد كده.